بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام الشيخ الهروي في التوحيد الثالث، حيث قال: هو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره، وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفوته، وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه. قال في شرح هذا الكلام: قال: والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم. قال: وقوله والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم، فإن أريد إسقاطه من الوجود فمكابرة للعيان. إسقاط الحدث من الوجود يعني ليس هناك شيء محدث، هذا ما بين اعتقاد الملاحدة الزنادقة أصحاب وحدة الوجود وبين مكابرة للعيان أن يقال ليس هناك محدثات، فكل يوم تتجدد محدثات، لكن هذا بالتأكيد ليس مقصوده. قال: وإن أريد إسقاطه من الشهود فليس ذلك بمأمور به ولا هو كمال. الإنسان لا يشهد وجود هذه المحدثات، يقول هذا ليس مأمورا به، لم يأمرنا الله عز وجل أن لا نشعر بوجود الكائنات أو أن نسعى إلى أن لا يكون لنا شعور بوجود الكائنات. يقول ليس ذلك بمأمور به ولا هو كمال، ده أقصن يكون غيبوبة، غاب بسبب انشغال بأمر معين. يقول: فضلا عن أن يكون هو توحيد خاصة الخاصة، فما هذا الإسقاط للحدث الذي هو نهاية التوحيد وأعلى مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه كما هي في شهادة الحق سبحانه، أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، يدبر السماوات والأرض، إله في السماوات وفي الأرض، وهذا يقتضي وجود شعور بوجود المخلوقين الذين يدبرهم ربهم والذين يتألهون له ويتعبدون له. يقول: فإسقاط الحدث كلام لا حاصل له إذ لا كمال فيه، لكن له معنى حسن، وهو إسقاط الحدث من التفات القلب إليه، إسقاط الحدث من أن يكون التوكل عليه والاعتماد عليه، إسقاط الحدث إسقاط كل المخلوقين أن يكون هناك رغبة ورهبة إليهم، إسقاط الحدث من صرف أي عبادة من العبادات له، التأله والقصد والتوكل والثقة والاعتماد وشهود تدبير الأمر، شهود أن المحدثات كلها كانت عدما وهي لا تملك من الأمر شيئا وتصير إلى الفناء أيضا، كل هذا يجعلنا نسقطها من الاعتبار في التوكل والاعتماد وفي ظن التدبير والقدرة على إيجاب الأشياء والنتائج والأسباب، وكذلك في قضية التوجه إليها. لذلك المعنى إن إسقاط الحدث بهذا الاعتبار معنى صحيح. يقول: إسقاط الحدث كلام لا حاصل له، اللي هو نهون، اللي هو إسقاطه من الشهود، واللي هو يدندن، اللي هو درجة الفناء،
الفناء عن شهود من سوى الله، اللي هو شبهوه زي ما قلنا قبل كده بالشمس إذا طلعت لم يشهد الناس النجوم. هذا في حقيقة الأمر كما قال ليس كمالا. يقول إيه؟ فإسقاط الحدث كلام لا حاصل له إذ لا كمال فيه، بل إنما ينفع إسقاط الحدث عند درجة القصد والتأله. الكلام الصحيح. فإسقاط الحدث كما تقدم ثلاث مراتب: إسقاطه عن الوجود وهو مكابرة أو زندق، المكابرة أو اعتقاد فاسد، إن هو يقول ليس هناك حادث ومحدث، ليس هناك خالق ومخلوق، الكل شيء واحد، هذه زندقة كفر. يقول إسقاطه عن الوجود وهو مكابرة، وإسقاطه عن الشهود وهو نقص، وإسقاطه عن القصود وهو كمال. القصود يعني لا تقصد، اللي هو الدرجة اللي هي في الفناء، الفناء عن إرادة السوى. أنت لا تريد من سوى الله، أنت تريد الله وحده، أنت تخلص لله وحده. يقول ولهذا قال الملحد: إسقاط الحدث وإثبات القدم الصحيح ونظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه، فإذا تمكن عرف أن الحدث لم يزل ساقطا. يقول نظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه، إن هو بيحاول يسقطه، بيجتهد يسقطه، وبعدين لما يتمكن يقول لا ده من الأول وهو مش موجود. فلا معنى لقوله إسقاط الحدث، ولا معنى لقوله إثبات القدم، فإن القديم لم يزل ثابتا. فهذا الكلام لا يرضى به الموحد ولا الملحد، إن الملحد بيقول إسقاط الحدث، هو أنت شايف إن في حدث وبعدين أنت لأسقطته، يبقى أنت لسه ضعيف. اللي تمكن شاف ان مفيش ايه، مفيش لا حدث ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، ده كله شيء واحد. يقول اسقاط الحدث واثبات القدم، يقول هذا الكلام لا يرضي الموحد، لا يرضى به الموحد ولا الملحد، ولا اشار اليه القرآن الذي تضمن اعلى مراتب التوحيد، بل القرآن من اوله الى اخره يدل على خلافه. قال الملحد ايضا: فالتوحيد يستغرق القول في الطمس، فإن كان هناك نطق فليس هناك شهود، كما قال في المواقف: أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق، فمن شهدني لم يذكرني، ومن ذكرني لم يشهد. ده بتوع وحدة الوجود، أظن المواقف ده بتاع النفري والله أعلم، مش عارف هو قصده كده ولا حد تاني. ده كتاب اسمه المواقف، يقول انا، ده بيقوله على لسان الرب: انا اقرب الى اللسان من نطقه اذا نطق، فمن شهدني لم يذكرني، لانه هو شايف ان هو جوه ان هو شيء واحد، ومن ذكرني لم يشهد، لم يشهد، لم يشهد الحقيقه. ده بيجعل الذكر حاجه ناقصه، مرتبه ناقصه. فقوله من ذكرني لم يشهد هو نفس قول صاحب المنازل، على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد إلا لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. وحقيقة ذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد، لأن ذلك الرمز والإشارة والخبر هو عن نفس التوحيد، فهو توحيد نطقي خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبر عنه. فإذا لم يصح التوحيد إلا بإسقاط ذلك، كانت حقيقة الأمر أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. طبعا أقول هو نفس كلام صاحب المنازل، ليس ظاهرا، يعني هو كلامه كلام صاحب المنازل أهون. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يحمل على معنى القصد كما ذكرنا، إسقاط الحدث من القلب، إسقاط المحدثين من أن يتوجه القلب إليهم توكلا أو قصدا وإخلاصا. لا، الإسقاط بمعنى أنه هو لا يشهدهم، المعنى الصحيح يعني لا يشهد المخلوقين مدبرين يمكن أن يتوكل عليهم، ولا يشهدهم يستحقون أن يقصدهم بالتقرب والإرضاء، إنما هو يبقى في قلبه فقط
إرضاء الرب عز وجل والإخلاص له والتوكل عليه وشهود أنه وحده المدبر والكمال يشهد المخلوقين مخلوقين. وبعدين كلام باطل قوله من ذكرني لم يشهد، فاللي هو اللي هو بيقول ان هذا هذا الرمز بيقول ان هو لا يستطيع ان يرمز اليه، يعني الذي ذكر لم يشهد يعني ما حققش حقيقة وحدة الوجود، هذا كان من ابطل الباطل قطعا. ولكن كلام صاحب المنازل يحتمل معنى صحيحا فلا ينبغي حمله على معنى فاسد. ثم قال هذا قطب الإشارة على ألسن علماء الطريق، على ألسن علماء هذا الطريق، وإن زخرفوا له نعوتا وفصلوه فصولا، يعني أن قولهم التوحيد هو إسقاط الحدث وإثبات القدم هو قطب مدارات الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة، ومع هذا فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما قالوه. ولذلك قال فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة، كل لما يجي يعبروا عنه يختفي ما يظهرش ما يتحققش. طبعا ده كلام باطل قطعا، وإلا يبقى هو ده المقصود بيك الكلام اللي هو إيه، كلام الزنادقة. وإلا فكلام الرسل أليسوا يصفون ما هو ما يستحق الرب من التوحيد، وإن كنا لا نحيط به علما ولا نحصي عليه ثناء سبحانه وتعالى، بل هو كما أثنى على نفسه، لكن ده ما يتقالش فيه أن هذا التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفورا والبسط صعوبة، إلا أنه يقصد به محاولة الشرح في كيفية الصفات. كل ما تيجي تحاول تستعمل عبارات للشرح بتخطئ الطريق. لأن لماذا؟ لأن الكيفية كيف تشرح؟ بل كما قال الإمام مالك الكيف إيه؟ مجهول. فحقيقة صفات الرب عز وجل لا يعبر عنها بأكثر مما ورد، أمروها كما جاءت، مش كده؟ دلت على أمر النصوص كما جاءت دلت على المعاني. فدي تقعد تشرحها يمكن أن يحمل على هذا المعنى. يقول فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط كانت العبارة عنه لا تزيده إلا خفاء، ولا الصفة إلا نفارا نفورا يعني أي هروبا وذهابا، والبسط والإيضاح لا يزيده إلا صعوبة لكثرة الإشارات والعبارات. وقوله إلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال أي تطلعت قلوبهم، وإليه قصد أهل التعظيم وإياه عن المتكلمون في عين الجمع. إياه عن المتكلمون في عين الجمع، اللي بيقولوا ما هو عين الجمع، وسبق شرح حقيقة أو ما يقصد بالجمع في أنواعه الثلاثة قبل ذلك، اللي هو الجمع جمع الوجود وده جمع الزنادقة وجمع الشهود وجمع القصود، الثلاث أنواع اللي هي إيه التي تكلم عنها قبل ذلك. يقول وعليه تصطلم الإشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة، فيقال يا لله العجب، ما هذا السر الذي ما تكلم الله به ولا أشار إليه رسوله ولا نالته إشارة ولا قامت به عبارة ولا أشار إليه مكون ولا تعاطاه حين، ولا أشار إليه مكون ولا تعاطاه حين ولا أقله سبب لكل كلام بتاعهم هم. فهذه العقول حاضرة وهذه المعارف وهذا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل سائر كتب الله وكلام سادات العارفين من الأمة، فما هذا الحق المحال به؟ بتحيل على ايه؟ ايه الكلام العجيب ان انت تقولهم تصطلم الإشارات لم ينطق عنه لسان لم تشر إليه عبارة؟ يقول فما هذا الحق المحال به؟ وعلى من وقعت هذه الحوالة؟ فإنكم أحلتم بما لا ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة ولا تعاطاه حين يعني زمن، يعني مش موجود في أي زمن، ولا أقله سبب لم يحمله سبب. فعلى من أحلتم بهذا الحق المجهول الذي لا سبيل إلى العلم به
ولا التعبير عنه ولا الإشارة إليه. الكلام ده كله ما ينفعش إلا على معنى الكيف إيه مجهول. لو لما بنحسن الظن جدا بالكلام ونحمله على معنى حسن نقول الكيف إيه، بيتكلم على حقيقة كيفية صفات الرب وحقيقة كنه ذات الرب، صح؟ لا يمكن أن تنطق عنه إيه إشارة. وإن القرآن والسنة أسكتوا الألسنة عن الكلام على كيفية ذات الرب وكيفية إيه صفات الرب، لأنه قال عز وجل ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد. يقول وأين قوله ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أولي العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعه أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن به وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. طبعا احنا قلنا العبارة منكرة هي ما وحد الواحد من واحد، وقلنا أحسن ما يقال فيها إيه؟ ها؟ إنما قدر الله حق قدر. نعم، يعني لم يوفوا الله عز وجل حقه الذي يستحقه ويعني بحسب قدره عز وجل في توحيده، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو ولا يحيط به علما سواه. يقول هل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ كلام باطل قطعا. ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء. وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد. طبعا كلام فظيع. وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد، فلا معنى صحيح ولا لفظ مليح، بل المعنى أبطل من اللفظ واللفظ أقبح من المعنى. فزهم فعلا. ولكن زي ما قلنا يعني نحاول أن نؤول الكلام كما فعل هو رحمه الله في مواطن تاني، يعني المواطن ده ابن القيم مش قابل يأول الكلام تعب من التأويل، بس هو له وجه يعني يمكن أن يحمل الكلام على المعنى الذي ذكرناه بدلا ما يحمل على الكفر. ثم يقال فهذا الذي ذكرته في هذه الدرجة هل هو توحيد ووصف للتوحيد أم ليس بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيدا فهو باطل، وإن كان توحيدا فقد وحدت الواحد. مش أنت تقول ما وحد الواحد من واحد، طب أنت بتقول ده التوحيد، يبقى أنت ما وحدتوش، يبقى أنت مش توحيد، يبقى إيه؟ يبقى باطل. وأيضا فإذا كان توحيده لنفسه هو التوحيد وما عداه فليس بتوحيد، فمعلوم أن توحيده لنفسه هو الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأخبر به عن نفسه في القرآن من أوله إلى آخره. دي المعنى أن توحيده لنفسه بمعنى إثبات التوحيد الذي شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا المعنى هو الذي ذكره. لكن هو اللي ممكن يحمل عليه توحيده لنفسه عز وجل، أي معرفته بنفسه وما يستحقه من كمال الحمد، اللي هو كما ذكرنا اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يقول معلوم أن توحيده لنفسه، حتى ابن القيم يعني توحيده لنفسه هو الذي أرسل به رسله من جهة نوع التوحيد، أما من جهة قدر هذا التوحيد والإحاطة به فليس صحيحا. الله عز وجل أعلم الرسل يعني حقائق من حقائق التوحيد والإيمان أخبرت به أتباعهم، ولكن لم يحيطوا بالله علما. يقول هذا الذي أرسل به رسله عندك هو توحيد العامة، فإن هذا التوحيد الذي وحد به نفسه ولم ينطق به لسان ولم تعبر عنه عبارة ولم يقله سبب، فإن قلت هو التوحيد القائم به فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه، وده الصح.
وليس ذلك من فعل العبد ولا صفته حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه. لكن اللي ممكن يطلع على العبد من ده ايه؟ انه عظيم جدا بدرجة انه ما يحصي لا يحصي. يبقى ده الفايدة منه، الذي ان الله عز وجل احد، هو الذي احاط بنفسه علما ولم يحط به العباد، فكون العباد يدركوا ذلك ويقولوا لا نحصي ثناء عليك، ولكن يثنون عليه بما استطاعوا، ولكن يعلمون أنه هناك ثناء أكمل وحمد أكمل بناء على علم أكمل، أنت كما أثنيت على نفسك. لكن هو كلامه علمه بنفسه عز وجل ووصفه وكلامه بنفسه يقول هذا فعله عز وجل وليس من فعل العبد ولا صفته حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه، كما أن سائر صفاته عز وجل لا تدخل في درجات السلوك، فإن تلك الدرجات هي منازل العبودية. وأيضا فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه الأبيات لا يستقيم على مذهب الملحدين ولا على مذهب الموحدين، اللي هو ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. يقول هذا الكلام لا يستقيم. أما الموحدون فهم يقولون إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون الله حق توحيده الذي يقدرون عليه. شوف كلام ابن القيم، الحق توحيد الذي إيه؟ الذي يقدرون عليه، لأن حق توحيده الذي لا يدخل تحت قدرة العباد هو إيه؟ وتوحيده لنفسه عز وجل. يقول أما الملحدون فيقولون ما ثم غير، ليس هناك شيء غير الله، فالله عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات، فهو الموحد والموحد، وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق وتوحيد، كما قال عارف القوم ابن العربي: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فإن الواسع الله. ابن عربي لصاحب الفصوص يقول: سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه، أي حاجة تقولها فإن الواسع الله. يعني اسم الواسع بيفسره بهذا المعنى، يسع كل العقائد. عقد الخلائق في الإله، وقال أيضا: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ما فيش كوكتيل أصلا، الكوكتيل ده من حاجات مغبوطة كلها شيء واحد أصلا. ومذهب القوم أن عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الكواكب كلهم موحدون، فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم. ومن خر للأحجار في البيد ومن عبد النار والصليب فهو موحد عابد. طبعا ده بيشير لليه؟ لأبيات ابن الفارض: وإن خر في البيد للأصنام عاكف فلا تعد بالإنكار بالعصبية، وما عقد الزنار سوى يدي وما حله بالإقرار سوى بيعتي. ممكن يكون أخذ في بعض الألفاظ، لكن هو بيقول كده الزنار ده اللي هو الصليب كل، وما حل الزنار بسبب أنه دخل في الإسلام إلا إيه، كل ده واحد عمال يتنقل من حاجات كلها زي بعضها والعياذ بالله. ده كله طبعا ده هو مذهبهم. بيعتي المقصود بها البيع، بيعتي يعني أنا الذي أمرت بذلك، أو أنا الذي فعلت ذلك، فالكل شيء واحد في النهاية. هه اللي كافر شيء، بس ده خلايا اللي بتسبح مش هو اللي بيسبح. لا لا، بس وإن من شيء لا يسبح بحمده. طب ما الكافر شيء، أيوة اللي أعضاءه وأركانه اللي بتسبح، لكن هو مشرك بالله، هو كروح مشرك بالله. أما خلايا المنفردة عن بعضها اللي بتموت وتحيا، دي هي اللي بتسبح. بالضبط، هي غير مكلف بها في هذا الباب. يقول: والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث،
إثبات وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد. ولهذا قال بعض عارفيهم وقد قيل له: القرآن كله يبطل قولكم. فقال: القرآن كله شرك والتوحيد ما نقول. دول كفر طبعا أكفر من اليهود والنصارى. وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولا مذهب هؤلاء ونحلتهم، ولهذا تلقاها بالقبول عارفوهم وبالغوا في استحسانها وقالوا هي ترجمة مذهب أهل التحقيق، وكل من وحد الله فهو جاحد لإطلاقه، فإنه يصفه ويحصره تحت الأوصاف، وحصره تحتها جحد لإطلاقه عن قيود الصفات والنعوت. ولهذا قال: ولهذا كان توحيد الواصف والناعت له عارية استعارها حتى قام لها من ذلك وصف وموصوف وموحد وموحد. والوحدة المطلقة تبطل هذه العارية وترد المستعار إلى الموجود المطلق الذي لا يتقيد بوصف ولا يتخصص بنعت بل ولا يحصر في ذات، يعني لا وصف ولا نعت ولا فعل ولا ذات أصلا، لكن هي ذوات كل الكون كل شيء واحد. ثم كشف الغطاء عن ذلك، ده تفسير وحدة الوجود للأبيات دي. ثم كشف الغطاء عن ذلك فقال: توحيده إياه توحيده، أي هو الموحد لنفسه بنفسه لا أن غيره يوحده إذ ليس ثم غير. وزاد أيضا ذلك بقول: ونعت من ينعته لاحد، والإلحاد هو الميل عن الصواب، والنعت تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص فهو إلحاد. يقول: أحسن ما يحمل عليه كلامه أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود العبد لنفسه وصفاته فضلا عن شهود غيره، فلا يشهد موجدا فاعلا على الحقيقة إلا الله وحده، وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها، فلا يبقى هذا الشهود والفناء، فلا يبقي هذا الشهود والفناء رسما البتة أشخاصا في الشعور يعني، فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الله، كل ما سوى الحق، لا أنه يمحقه من الوجود، يمحقه من القلب. وحينئذ فيشهد أن التوحيد الحقيقي غير المستعار هو توحيد الرب لنفسه، وتوحيد غيره له عارية محضة أعاره إياها مالك الأمر كله، والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. احنا قلنا ان له معنى حسن اللي احنا قلناه اللي هو عدم الإحاطة بتوحيد الله. يقول: فالواحد القهار سبحانه أبطل تلك العارية أن تكون ملكا للمعار، يعني اللي انت ان توحيدك ده التفسير اللي هو بيقول عليه ابن القيم ان احسن ما يحمل عليه كلامه، ان يكون ملكا، ان انت ما لا تملك فعلك بما فيه توحيدك بل هو الذي اعطاك ذلك. يقول: كما يبين المعير للمستعير إذا استرد العين المعارة وقد ظن المستعير أن المعارة ملكه أن الأمر ليس كذلك، وأنه عارية محضة في يده. والمعير وإن أبطل ظن المستعير من العارية لم يبطل أصل العارية، ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت، وإنما ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه. وهذا المعنى حق، وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظن به طائفة الاتحادية والحلولية، وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم، فسنته المفصلة مبطلة لظنهم. إن هو الهروي رجل عاش حياته ناصرا للسنة، ده كلام ابن القيم عن معنى. بس طبعا الكلمات دي اللي وقعت منه كلمات فاسدة بلا شك. يقول: ولكلامه محمل آخر أيضا، وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي
الذي ينبغي له ويستحقه لذاته سواه. هو ده المعنى اللي احنا ايه اشرنا اليه. كما قال اعظم الناس توحيدا صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وفي مثل هذا يصح النفي العام، كما يقال: ما عرف الله الا الله ولا اثنى عليه سواه. طبعا قلنا هو ما يصحش ذلك، لان الرسول اثبت انه يثني على الله، ولكن ليس يحصي ايه ثناء عليه. اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول. يبقى هو اثبت ان احنا بن ايه بنقول ثناء على الله، مش ان احنا لم نثني عليه، ولكن هو كما اثنى على نفسه. يعني غلط ان احنا نقول ما عرف الله الا الله، لكن ما عرفه حق معرفته التي يستحقها عز وجل. ولا يقال لا أثنى عليه سواه، بل يقال لم يحصي ثناء عليه سواه. يقول: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام قدس الله روحه اللي هو الهروي يعني راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.